إذن السلام عليكم مستمعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد. حنا كنتواجدوا بالضبط أمام مسجد الحسن الثاني، أيام قليلة قبل فتح هذا المسجد، يعني المسجد هذا ما بقاش بزاف. يوم الأربعاء 15 يوليو إن شاء الله هو الموعد ديال فتح مسجد الحسن الثاني وجميع المساجد بالمغرب إن شاء الله. مرحبا بجميع المتتبعين، احمد الواحي مرحبا بك، مرحبا بجميع المتتبعين قناه شوف تي في. زيد البحر اول البحر اخويا، حنا كما قلنا كناخذوا اجواء قبل فتح المسجد للاستعدادات، يعني استعدادات ما قدروش ناخذوها عن قرب. كنشوفوا عن بعد مجموعه من الناس كيسقاو الجرده كيقدوا المسجد وبيان سور من الداخل حتى هو. كما قلنا يوم الاربعاء ان شاء الله هو موعد ديال فتح جميع المساجد في المدن المغربية. يعني غيكون هناك مجموعة من الشروط، من بينهم الكمامة، وضع الكمامة ومسافة الأمان التي لا تقل عن متر ونصف، مجموعة من التعليقات ديال مجموعة من المشاهدين، ناس فرحانين مسرورين بهذا الخبر. حنا نقرا بعض التعليقات في الكوس عبد الرحيم، تيقول الله يفرج على كل مسلم. كما كنعرفوا مجموعه من الناس، مجموعه من المصلين، يعني ولفوا يصليوا في المساجد متشوقين بحرارة للزيارة ديال المسجد ويصليوا بالضبط في مسجد الحسن الثاني اللي كتكون فيه واحد الأجواء جميلة جدا.
خويا اسمح لي ما جاوبتكش، كذا كيقول لي واش هذا المسجد هذا شكون الخبار تنين حياة، واش هذا المسجد في الرباط ولا في كازابلانكا؟ هذا سيدي يعني غني عن تاريخ مسجد الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء. هذا من أكبر يعد من أكبر المساجد في إفريقيا وأكبر مسجد في المغرب، مسجد الحسن الثاني. Jaguar.